معنا اتصال من الأخت ريم، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أمي حلمت أن خادمتنا جايتها ومعها كيس في فئران، نعم، فئران ميتة، فئران ميتة، وكانها تقول إحنا نظفنا البيت وهذا اللي طلع ويانا. إيش الميتة؟ أي فئران ميتة؟ فئران؟ أي فئران ميتة. طيب. هي تقول احنا طلعناها وجبناها من البيت فلان، وكان في يد الخادمة فأرة محنطة كانت تخرع أمي فيها، وأمي كانت حيل خايفة، حتى يوم قامت من النوم راسها يعورها من الصياح بالحلم. طيب، خير إن شاء الله. أسمعك. خلاص، حياك الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرؤية، رؤية الخادمة ومعها كيس وفيه فئران، يعني هذه الرؤية ما تحتاج لك الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الفأرة وقال والفأرة فاسقة، وكونها أيضا ميتة، وكونها أيضا تخرع الأم في المنام بهذه الطريقة. والله أنا أوصي حقيقة الأم بالاهتمام بالرقية الشرعية والحذر من كل إنسان يكيد لهم أو يحسدهم أو يسبب لهم بعض المشاكل، كما قال سبحانه وتعالى لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فالحذر من هذا الشر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه امرأة حامل دائما ترى في المنام أنها يعني ترقص وشعرها أسود. الشعر الأسود بلا شك أنه يعني جمال للمرأة وحمل لها، وقد ترزق إن شاء الله بولد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للرقص في المنام فهو غير محمود على الإطلاق بالنسبة للمرأة أو البنت أو أي إنسان في المنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في بعض الأحاديث قال لا تقوم الساعة حتى تضرب يعني نساء من آل دوس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من علامات الساعة، فبالتالي الرقص غير محمود إطلاقا، إنما يعبر في باب الهم وشيء من الغم، والعلم عند الله. نعم.